مرحبا بزوار موقع ديماراجو.com. نستغل فرصة تواجدنا بمدينة الجديدة حيث يقام معسكر تدريبي مغلق للفريق استعدادا للفترة الثانية من البطولة. معنا اليوم السي جعفر العاطفي المعيد البدني للفريق. أو بادئ أديبا ترحبوا بجعفر على موقع الأنصار. أهلا وسهلا ومرحبا بجمهور الرجاء البيضاوي العزيز. كسؤال أول بغينا نعرفه تقييم أولي لفترة الذهب يعني في فوتخوسكوب يعني في مسألة اللياقة البدنية ومسألة الاستعداد البدني. بالنسبة لمرحلة الذهب كنظن على أن المستوى البدني للاعبين كيف ما لاحظ الجميع كاين في تحسن، وهذا راجع لأن اللاعبين واعين بالمسؤولية الملقاة على العاتق ديالهم، بحيث انهم في مجموع العمل اللي كنقترحوا عليهم تيكون عندهم انفستيسمون يعني كومبلي. وتنظن على ان بالرغم اننا مازال ما وصلناش للمستوى اللياقه البدنيه المرغوب فيه، فممكن نقولوا على ان المستوى الان يعني فوق المتوسط وفي تحسن مستمر. كنا ندرك واحد المساله وهي تعتبر بمثابه تناقض في مساله ديال التدبير الشأن البدني ديال الفريق، وهي ان اعتقد انه ما يمكنش تكون اون بريباراسيون فيزيك وسط لا سيزون، يعني الا كانت غياب ولا غياب استعداد قبلي في مساله اللياقه البدنيه انه ما يمكنش مثلا لو ستاف يجازف مساله ديال لا فريشور. كيفاش انتوما يعني زوجتوا تدبير مساله ديال يعني لا شارج ولا انتونسيتي دو ترافاي والحفاظ على طراوه في نهاية الأسبوع لإجراء المقابلات؟ وبطبيعة الحال هذا يعني واحد التناقض اللي طرح لنا بعض المشاكل، ولكن احنا الوقت اللي وضعنا البرنامج فكنا واعيين بأن كان عندنا مباريات في آخر الأسبوع، وبالتالي فالرجوع للمستوى البدني العام كيطلب وقت أكثر بحكم اننا ما نقدروش نجازفوا بطبيعه الحال بواحد الشغل البدني اللي يكون ثقيل واللي ما غاديش يعطينا لا فريشور. فكنا بطبيعه الحال كنخصوا دائما بدايه الاسبوع، وهذا علاش كانت كتبرمج عده مرات حصتين في بدايه الاسبوع لو ترافاي فونسي، بحيث ان في الايام الثلاثه والاربعه اللي كتسبق المباراه فكيكون التركيز على كل ما عنده علاقه بلا فريشور فيزيك بما يخص السرعه والرشاقه. وكنظن على اننا توفقنا شيئا ما في هذا المنظومه هذه، بالرغم من انه صعيب كما قلنا على ان اللاعبين يوصلون للمستوى البدني، خصوصا ان كانت هناك نواقص في الفتره الاولى بحكم ان كاين مجموعه من اللاعبين اللي التحقوا متاخرين بالفريق، كاين مجموعه من اللاعبين اللي داروا الاستعداد وغادروا الفريق، وبالتالي فتنظن على اننا كنستدركوا هاد النقائص شيئا فشيئا، والمستوى الحمد لله كيتحسن بطبيعه الحال. كتبقى النتائج كتساعد على ان اللاعبين يزيدوا يشتغلوا اكثر، وكنتمنى على ان الفريق يبقى غادي في هذا المسار التصاعدي ديالو. انتهت يعني الدور الاول ديال الشطر الاول من البطوله، الان كاين توقف ديال البطوله والفريق دابا في معسكر مغلق. ممكن تكلمنا على الخطوط العامه ديال البرنامج الاعداد البدني؟ البرنامج ديال هاد التربوس او ديال هاد المرحله فهو بطبيعه الحال كان خديناه بعين الاعتبار منذ البدايه ديال الاشتغال ديالنا مع الفريق، بحيث اننا كنا يعني واضعين كنتمنوا على ان هذه المرحله هذه تساعدنا باش نكملوا العمل اللي بديناه. والشيء اللي شيئا ما تاتى بحكم ان اللاعبين في بدايه الاشتغال فكان عندنا اربع مجموعات، الان عندنا مجموعتين المستوى ديالهم يعني جيد، وهذه المرحله هذه بطبيعه الحال غناخذوها باش نستدركوا ما ينقص من مساله التحمل، ولكن التركيز غيكون اكثريه على الاشتغال ديال تقويه يعني ديفلوبمون لا فورس اي دو لا فيتيس باش الفريق يسترجع ديك الرشاقه وديك لا فريشور فيزيك اللي تخول ليه على انه يؤدي المباريات على احسن وجه.
انا حسب ما شاهدت اليوم في الحصه التدريبيه بانوا لي دي زاتولي سورتو كي كونسيرن يعني لا فورس و سورتو ليكسبلوزيفيتي. تو طافي هذه من انطلاقا من امس، ففي الثلاث هذا الاسبوع غيكون التركيز خصوصا على تقويه العضلات والسرعه. ولي زاتولي اللي شفتو اليوم فهي كتقترح مجموعه من التمارين اللي كتعطي ليكسبلوزيفيتي وكتطور سكون ابل لي كاليتي داكسيليراسيون اي دو ديماراج عند لو جوار. تنعرفوا على ان السرعه هي اللي كتعمل الفارق في المباريات، وبالتالي فالاشتغال غادي يكون اكثر في لف التربص ولا في المرحله القادمه ان شاء الله. ما كيفوتنيش انني اليومين الاولين فاستغليناهم درنا ان تيست دو فيريفيكاسيون ديال لو نيفو ديال دوندورونس، والحمد لله المجموعه يعني اكثر من ثلثين الفريق فالمستوى ديالهم جيد، والباقيه في المستوى ديالها لا باس به، والاشتغال ديالها غادي تنظن غيخليها انها توصل للمستوى المرغوب فيه. ندوزو من العام الخاص التحق مؤخرا بالفريق حسن الصواري وامير الرباطي. تنعرفوا حسن الصواري انه كان موقوف لخمسة المقابلات يعني غاب على التنافسيه، امير الرباطي حتى هو مؤخرا نقدر نقولوا الشهر الاخر ما لعبش مقابلات. واش نعرفوا غير فكره اوليه على المستوى مستواه البدني، واش كاين شي برنامج خاص للاعداد لهاد اللاعبين؟ وشيء طبيعي ان غيكون عندهم برنامج خاص، خصوصا انهم يعني اللاعبين بزوج داروا لا بيريود دو بريباراسيون، كنظن داروا ان بون بيريود دو بريباراسيون بحكم الفرق اللي كانوا كينتميو ليها. هذا ما تيمنعش على ان غيابهم على التنافسيه فغادي يخلي هذه اللياقه تنقص شيئا ما. ورسائنا مع السي محمد فاخر والطاقم الطبي وبطبيعه الحال سي عبد اللطيف جريدو اننا نخصوا واحد مجموعه من الحصص لاسترجاع اللياقه البدنيه العامه قبل ما ندمجوا اللاعبين في العمل مع المجموعه. تنظن على ان لهذه الايام اللي قضاوها معنا اللاعبين فاسترجعوا يعني شيء كثير من لياقتهم، والايام القادمه ان شاء الله بطبيعه الحال انطلاقا من برامج خاصه بهم ف تنظن على ان انطلاقا من بدايه الاسبوع الماجي فغيقدروا يندمجوا في وسط المجموعه ويديروا نفس الشغل اللي كيديروه اللاعبين الاخرين باش يكونوا جاهزين ان شاء الله مع انطلاق المنافسات ديال الدور الثاني من البطوله وبطبيعه الحال كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله ننتقلوا باش نختموا اللقاء ديالنا اليوم من الشان التقني للشق النظري. حنا تنعرفوا واش هذا سؤال، واش فقط لونجاجمون ديال لي جوار في التمارين ولا ميتريز ديال لو بريباراتور فيزيك كافيه زعما للتاهيل البدني للاعبين، ولكن العوامل الاخرى تدخل في اللعبه؟ كاين بطبيعه الحال دائما كاين عوامل اخرى، فكتعرف على ان اللاعب كيكون مع الطاقم التقني لمده ساعه ونصف او حتى ساعتين في اليوم، فكتبقى كل ما هو عنده علاقه بالاسترجاع وبالراحه وطريقه الاكل يعني عدد ساعات النوم طريقه النوم هذو كلهم اشياء تساعدوا في ان اللاعب انه يطور المؤهلات ديالو بشكل جيد. كنظن على ان التربص تعمل في هذا الاتجاه كذلك، بحيث ان توفر ظروف يعني ديال الاقامه وظروف ديال التغذيه مثاليه باش اللاعبين يقدروا يستوعبوا الكميه ديال الشغل اللي كتعطاهم، وبالتالي يستافدوا على اقصى حد من هذا الاستعداد هذا باش يكونوا جاهزين بطبيعه الحال لما تبقى من المنافسات. كلمه ختاميه وهي كلمه توجهها عبر موقع الانصار للجمهور نادي الرجاء الرياضي. كنظن على ان هذا يعني شيء اللي متعارف عليه فجمهور الرجاء البيضاوي جمهور ذواق، جمهور كيعرف الكره تيحب الكره الجميله وكيحب طبيعه الحال النتائج. فاللاعبين اللي تنبغي نبلغ للجمهور هو ان اللاعبين واعيين بهاد الانتظارات ديال الجمهور وما تيبخلوش من الجهود ديالهم باش انهم يكونوا عندنا حسن ظن الجمهور. وبطبيعه الحال كأي إطار كتكون عنده الرغبة في الفوز وفي التتويج فما يمكن إلا نوعد الجمهور ديالنا إن شاء الله بمزيد من الانتصارات، ولما لا تحقيق ألقاب أخرى اللي تزيد تأوريشي البالماريس ديال الرجاء العالمي. شكرا لك جعفر.